بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة STC سلموني تريدينج شانل. أهلا ومرحبا بكم مع كورس التحليل الفني قسم الشموع اليابانية. النهاردة إن شاء الله معانا نموذج من نماذج الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه، ألا وهو بيلت هولد لاين، خط الحزام الحاجز. هذا النموذج ينقسم إلى شكلان مختلفان حسب ما كان الاتجاه، فهو إما صعوديا، وفي هذه الحالة يسمى بوليش بيلت هولد لاين، خط الحزام الحاجز الشرائي، أو هبوطيا، وفي هذه الحالة يسمى بيرش بيلت هولد لاين، خط الحزام الحاجز البيعي. أولا نبدأ بحزام الفوز الثيراني الشرائي بوليش بيلت هولد. عندي اتجاه هابط جاء في نهايته شمعة طويلة خضراء بلا ظلال أو بظلال صغيرة جدا تكاد لا ترى، زي ما احنا شايفين كده. نقدر نقول إن أهم ما يميز هذه الشمعة أنها طويلة من حيث الجسم، وظلالها عند الافتتاح والإغلاق متناهية في الصغر. وكمان أهم ما يميزها أن لونها مخالف لألوان الشموع السابقة لها، أي لونها مخالف للاتجاه السابق كله. لو تلاحظ أن الاتجاه السابق كله كان هابط، لون الشموع حمراء، وجاءت هذه الشمعة الخضراء في نهاية هذا الاتجاه الهابط ده، لأن احنا عارفين أن شمعة حزام الفوز الثيراني لازم يكون لونها شرائي، أي لونها أخضر. واضح على الرسم البياني أن الشرط فعلا ده متحقق. في حاجة تانية عايزك تاخد بالك منها، لو ركزت هتلاقي كمان عندنا نموذج ابتلاعي جالفينج باترن، وده لأن زي ما احنا عارفين أن ممكن النموذج ده يتشكل أيضا مع نماذج مركبة. هتلاقي في الرسم اللي قدامك نموذج بوليش بيلت هولد اتشكل مع نموذج آخر، هتلاقي شمعة البيلت هولد ابتلعت الشمعة التي قبلها مباشرة، وفي الغالب يشكل هذا النموذج مع الهرامي كنموذج مركب وغيره كشوتينج ستار وغيرها. هتلاقي فعلا واضح الابتلاع هنا، حيث شمعة حزام الفوز الشرائي افتتحت أسفل من جسم الشمعة السابقة لها وأغلقت أعلى من جسمها. بعد تشكل هذا النموذج بيكون عندك اختيارين في التداول. والله لو عايز تعتمد على التداول باستخدام نموذج بيلت هولد فقط مفيش مشكلة، ولو عايز تتداول على أساس الانجالفينج باترن برضه مفيش أي مشكلة. لو أنت فاهم مش هتفرق معاك كيفية التداول، أهم حاجة تفهم أن الشموع العاكسة للاتجاه لا تعكس الاتجاه مباشرة، ممكن تبص لها على أنها تمهيد لعكس الاتجاه السابق، مجرد تمهيد وإشارة على عكس الاتجاه السابق. عشان أتداول بهذا النموذج أستنى إغلاق فوق المستويات الخاصة بشمعة بيلت هولد، وأبتدي أتداول من أول شمعة تغلق بعد إغلاق شمعة البيلت هولد، من بعدها مباشرة أدخل صفقات شراء وأنا مطمئن. أما في حالة التداول بنموذج انجالفينج باترن، التداول الأمثل في الحالة اللي زي دي بستنى لما تغلق شمعة بعد كده فوق ظل الشمعة التي تم ابتلاعها من قبل بيلت هولد. في الحالة اللي زي دي بيكون عندي تأكيد إن الانعكاس قد تم بالفعل، أدخل صفقات شراء بعد كده. أما إذا كان النموذج بمفرده وحبيت أتداول عليه زي ما قلنا، أستنى لما الشمعة التالية للبيلت هولد تغلق عند مستوى أعلى من إغلاق شمعة النموذج نفسه. ثانيا حزام الفوز الدببي البيعي بيرش بيلت هولد لاين، كل الكلام اللي احنا قلناه على النموذج اللي فات عكسه تماما على هذا النموذج. هلاقي عندي النموذج ده بيتكون في نهاية اتجاه صاعد، زي ما احنا شايفين بيكون عبارة عن شمعة طويلة حمراء بلا ظلال أو بظلال صغيرة جدا تكاد لا ترى، جاءت في نهاية هذا الاتجاه الصاعد هذه الشمعة الحمراء. وبرضو أحب أكد الكلام إن ده نموذج عاكس للاتجاه الصاعد، مع ملاحظة معنى إن هذا النموذج انعكاسي مش بالضرورة
إنه يعكس الاتجاه مباشرة، ولكن ممكن يدخل في مرحلة انتقالية قبل الانعكاس. ممكن يكون النموذج انعكاسي وعلى الرغم من ذلك لا يحدث الانعكاس المباشر. لو لاحظت هتلاقي الشمعة الحمراء جاءت في نهاية هذا الاتجاه الصاعد، لها اللون الأحمر وهو البيعي، لون خاص بالدببة البرش، مخالف للاتجاه السابق كله وليس للون الشمعة التي قبلها فقط. على الرسم هتلاحظ أن لون هذه الشمعة الحمراء الاتجاه السابق لها كان شرائي، أي كان لونه أخضر. بعد ما تتأكد أن الانعكاس قد حصل بالفعل، ادخل صفقات بيع من بعد الشمعة التي تغلق أسفل إغلاق الشمعة السابقة، ويلا بينا نشوف الكلام ده كتطبيقات عملية. مثال واحد عندي على الشرط على نموذج بوليش بيلت هولد، حزام الفوز الشرائي أي الثيراني. عندي اتجاه هابط جاء في نهايته شمعة طويلة خضراء بدون ظلال أو بظلال صغيرة جدا، يعني أهم ما يميزها أنها كشمعة طويلة وظلالها عند الافتتاح وعند الإغلاق متناهية في الصغر ولا تكتر. وكمان لون هذه الشمعة الشرائية مخالف لألوان شموع الاتجاه السابق لها مباشرة. لو لاحظت على الشرط ان الاتجاه السابق لها كان هبوط، والشمعة دي جت في نهاية هذا الاتجاه الهابط، واحنا عارفين ان شمعة حزام الفوز الشرائي بوليش بيلت هولد لازم يكون لها لون اخضر، لون ثيراني. فعلا تلاحظ في نهاية هذا الاتجاه الهبوطي هذا الشرط محقق. ولو ركزت هتلاقي ان احنا عندنا كمان نموذج ابتلاعي اللي عليه دايرة، ده الشمعة الثانية اللي هي شمعة حزام الفوز الشرائية الخضراء، سعر فتحها اسفل جسم الشمعة السابقة وسعر اغلاقها اعلى من جسم نفس الشمعة السابقة. اذا هذا هو النموذج الخاص بنموذج حزام الفوز الشرائي. وزي ما قلنا إن هذا النموذج بيلت هولد اللي هو الحزام الحاجز ممكن يتشكل مع نماذج مركبة أخرى أغلبها الهرامي والابتلاعي. وبعد ما يتشكل هذا النموذج أنت كمتداول لديك خياران، لو حابب تتداول بنموذج البيلت هولد فقط انتظر إغلاق شمعة تالية فوق المستويات الخاصة به بحيث يكون الانعكاس قد تم. ولو حبيت تتداول على أساس النموذج الابتلاعي أيضا مفيش مشكلة، حسب ما أنت شايف وحسب تحليلك. أنا بفضل إن احنا نتداول بهذا النموذج في سياق النموذج الابتلاعي، ده على حسب إذا كان حزام الفوز السيراني مركب مع نماذج أخرى. أستنى لما تغلق الشمعة اللي بعد كده اللي بعد النموذج فوق ظل الشمعة التي تم ابتلاعها. بعد الإغلاق بيكون عندي تأكيد إن فعلا الانعكاس حصل، واللي من بعده أقدر على طول أدخل صفقات شراء وأنا مطمن. مثال اتنين عندي على الشرط على نموذج البرش بيلت هولد، حزام الفوز البيعي أي الدببي. لاحظ معي في هذا المثال هذه المنطقة اللي عليها دايرة، عندي نموذج ابتلاعي واضح، ولكن اللي يهمني هو نموذج حزام الفوز الدببي اللي هو البيرش بيلت هولد. لاحظ الشمعة اللي عليها السهم دي فتحت من مستويات جديدة أعلى من مستويات إغلاق الشمعة الخضراء السابقة لها مباشرة، وكمان أغلقت أسفل منها. مش مشكلة الإغلاق فين، المهم إنها فتحت في مستوى أعلى من إغلاق الشمعة السابقة لها. عشان كده هذا الشرط الأساسي متحقق، الشمعة طويلة حمراء لا تحتوي على ظلال سفلية أو علوية، وإذا كانت هناك ظلال فإنها متناهية في الصغر. أيضا لون هذه الشمعة حمراء مخالف للاتجاه السابق كله وليس للون الشمعة السابقة لها فقط، أهم حاجة هذه الشمعة خالفة الاتجاه كله السابق لها. على هذا الأساس نقدر نقول إن الشروط كلها متحققة. أنا كمتداول لا أتسرع في اتخاذ القرار، أستنى أي شمعة بعدها لما تغلق
أسفل من إغلاق هذه الشمعة، أي أسفل إغلاق شمعة الحزام الدببي. بعد كده أتداول وأدخل صفقة بيع أو أكتر، لأن ده معناه إن الإنعكاس فعلا حدث بالفعل. مثلا عندي الإغلاق هنا في هذه المنطقة عند الشمعة رقم 4، أدخل صفقة بيع هنا وأنا مطمن. بس كمان عايزك تلاحظ أن بعد الإغلاق تم إعادة اختبار لنفس مستويات شمعة الحزام البيعي، ثم نزل السعر مباشرة من عند منطقة المقاومة اللي تم عندها الاختبار وأكمل اتجاهه إلى أسفل. مثال ثلاثة عندي على الشارت عبارة عن اتجاه صاعد جاء في نهايته شمعة طويلة حمراء بلا ظل علوي وبظل سفلي صغير جدا، وهو ده نموذج البيرش بيلت هولد. هذه الشمعة من حيث الشكل واللون هي شمعة الحزام الحاجز الدببي البيعي، حيث لونها أحمر، وحيث أنها جاءت في نهاية هذا الاتجاه الصاعد من بعدها على طول حدث انعكاس في الاتجاه. علشان تتأكد ان الانعكاس حصل بالفعل استنى اول شمعة تغلق اسفل شمعة الحزام الحاجز، هتلاقيها الشمعة الحمراء رقم 3، ادخل من بعدها على طول صفقات بيع وانت مطمن حسب التايم فريم اللي انت محدده. المثال الرابع عندي على الشارت عبارة عن نموذج بوليش بيلت هولد، شمعة زرقاء طويلة بلا ظل سفلي وبظل علوي صغيرة جدا، الزرقاء دي بدل الخضراء، وفتح الشمعة الزرقاء عند نفس مستوى إغلاق الشمعة الحمراء. هذه الشمعة جاءت في نهاية اتجاه هابط، كده نموذج البيلت هولد اللي هو الحزام الحاجز الشرائي متحقق. ممكن أدخل صفقات شراء وأنا مطمن، بس أستنى لما الانعكاس يتم بالكامل عن طريق شمعة التأكيد، الشمعة اللي هتفتح بعد أعلى من سعر غلق الشمعة السابقة. المثال الخامس والأخير عندي النهاردة على موضوع البيلت هولد لاين، ده مثال مهم جدا لأن الشرط اللي قدامي يحتوي على النموذجين معا. عندي النموذج الأول جاء في نهاية اتجاه صاعد أب ترند، جاء نموذج خط الحزام الحاجز البيعي بيرش بيلت هولد لاين، وزي ما احنا شايفين الشمعة الحمراء التي يشير إليها السهم عبارة عن شمعة حمراء طويلة بلا ظل علوي وبظل سفلي صغير جدا، أي أن أعلى سعر فيها هو سعر الفتح، جاءت في نهاية اتجاه صعودي، وده معناه أن الأسعار وصلت إلى مستويات عالية جدا، وده اللي خلى المشترين يعدلون عن الشراء ويتجهون للبيع، ويعرف هذا النمط أيضا باسم القمة المكشوفة بلاك تشيفن هيد. عشان كده ممكن من بعد تكون هذا النموذج تدخل صفقات بيع حسب الشروط اللي انت عارفها واللي اتكلمنا عنها قبل كده. على نفس الشرط عندي النموذج التاني جاء في نهاية اتجاه هابط داون ترند، جاء هذا النموذج اللي هو الحزام الحاجز الشرائي بوليش بيلت هولد لاين، وزي ما احنا شايفين الشمعة الخضراء التي يشير إليها السهم عبارة عن شمعة خضراء طويلة بلا ظل سفلي وبظل علوي صغير جدا، أي أن أدنى سعر فيها هو سعر الفتح. ظهور هذه الشمعة معناه أن الأسعار وصلت إلى مستويات متدنية للغاية، وده خلى الراغبين في الشراء يدخلوا يغتنموا هذه الفرصة. عشان كده انت ممكن تدخل معاهم صفقات شراء، بس استنى لما الانعكاس يتأكد والشمعة التالية تفتح بعد سعر إغلاق الشمعة السابقة لها مباشرة، ويعرف هذا النموذج أيضا باسم القاع المقشوط White Chiffin بوتوم. وبانتهاء المثال الخامس نكون قد انتهينا من نموذج خط الحزام الحاجز بيلت هولد لاين، وإلى أن نلتقي مع نموذج آخر من نماذج الشموع اليابانية لكم خالص تحياتي. أنا معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال،
وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.